وتكلمنا عن تحمل المسؤوليه واحاطه بجميع الامور الاداريه والشان اليومي للمدينه. ولكن مع الاسف هناك بعض الامور اللي غلطت خاطئه، لان النقطه اللي نحن نصدد النقاش هي دراسه حساب اداري، نقطه الشراكات ومبادره بين التنميه البشريه والى اخره. هذه مازالت نقطه اخرى شيء ان شاء الله، ولا هي نقطه ما تستحق من نقاش، لانها هذا الجانب جانب مبادرة لقية التنمية البشرية والاقتصاد الاجتماعي، نظن عليهم هما الأولوية في الوقت الراهن نظرا للآمال اللي تعلق عليهم الساكنة الأقاليم الجنوبية بصفة عامة والإقليم السكاني بصفة خاصة، نظرا لأنهم هما الرافعة الوحيدة للمشاريع المدرة للدخل والتوفير شغل للشباب حامل الشهاده. وبالتالي هذه النقطه لا نعرفها ما تستحق من النقاش، ونحاول اننا نستجلب الافكار من الجميع باش نوصلوا لرؤيه مستقبليه للعمل الجماعي في هذا الاطار. اذا النقطه اللي نحن نصدرها الان واللي نحن نصدر النقاش فيها هي الحساب الاداري. اذا كانت في ملاحظات حساب اداري، وعلى كل حال نرجع للكلمه اللي قال السيد رئيس اللجنه على ان الاداره السيئه في المستقبل بالكميات اللي الان موجوده الله يكون في عونه، لان الحقيقه توسع المدينه وتكاليف المستقبليه بالاناره والماء والحراسه المساحات الخضراء لا تتضاعف اضعاف، وبالتالي لا بد من البحث عن 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 تمويلات اضافيه، والا فانه يعود الى عبد المكان كان كبينا الماء في القاع. لان بلا ما نطول النقاش فيما يخص هذه النقاط اللي مازالت جايه نخلوه لنا نحكوا، و الحساب الاداري موجود امامكم، اذا كان فيه ملاحظات احنا مستعدين للجواب. شكرا.